المعطيات المعطيات يبغى. المعطيات والمخرجات بالاطار ما تريد المعطيات والمخرجات لحد اللحظه الانيه ما بس اكو أي اطراف تغيير. بالاطار ما تريد برهم صالح منو يقول يعني جلسه وقد ما يصوتوا له وجلسه يوم الخميس هي اللي راح تحدد ما يخاف قد ما يصوتوا له قد شلون يقولون الخبر اليوم بفلوس باشر يصير ببلاش يعني ننتظر منها الجلسه يوم الخميس ونشوف على من تعولون بالتصويت الاطار هو ككتله اكبر او كثقل برلماني لا اكبر لا احنا تعويلنا كما ذكر ضيفك الكريم كل نائب موجود تحت قبة البرلمان العراقي تحت قبة مجلس النواب أدى القسم الدستوري وأكيد كلهم وطنيين كلهم على دراية كاملة يعني ناس واعي فراح يصوت للشخص اللي يشوفه أنسب يعني اعتمادنا على صوت النواب نفسهم فأنتوا تعاونون على النواب وليس الاتفاقات الكتل أكيد اتفاقات أكيد أكو تفاهم بيننا وبين الكتل ولكن اعتمادنا على النواب أكيد النائب راح يحكم ضميره ووجدانه ويصوت للي خير من يمثله بالداخل والخارج.